طيب عايزة أسألك يا كارولين، يمكن الفرق كلها معروفة إنه بيبقى فيها تنوع في الآلات، مش بس يكون مقتصر على نوع أو نوعين من الآلات. أنا شايفة إن أنتوا التشالو واتنين فايلن والفيولا بس، وطبعا جانب الإيقاع اللي هو الطبلة أو الكاخون. ماشي يا فاروق، ما أنا ما لسه بتكلم أهو. مستعجل معاكي فادي، ما تقلقش. ليه اخترتوا على فكره فادي؟ انا برضو مش ضد الرجاله، يعني انا مناصره للرجاله وستات على فكره. نرجع تاني لكارولين، انتوا قاصدين انه يبقى ده الالات اللي انتوا حاطينها في الفرقه؟ طبعا، لانه اولا ده شكل يعني شكل اساسي للكوارتيت ده، يعني فرقه بتبقى موجوده في العالم كله، هي حاجه بروفيشنال. فاحنا عشان اتعلمنا في الكونسرفتوار كلنا، فدي حاجه بروفيشنال، لازم الالات دي بتلعب مع بعض. الكوارتيت ده لازم تبقى الات وتريه، والالات دي بالذات في الالات الوتريه. فدي حاجه كانت احنا من البدايه كنا عايزين نعمل حاجه اقرب للمزيكا الكلاسيك، ان احنا نكون بنحاول يعني نعرف الناس عليها، بجانب ان احنا بنلعب عربي وبنلعب تانجو هوت، بنلعب حاجات كتير. فكان لازم يكون الشكل بتاعنا زي شكل المزيكا الكلاسيك، الصوت اللي بيطلع زي صوت المزيكا الكلاسيك. ودي الالات بتوفر النوع ده من المزيكا. يعني لازم نكون رباعي وتري، يكون في اتنين كمانجا وفيولا وتشيلو، علشان كده يعني كان لازم يكون الشكل ده هو الاساس بتاعنا. وطبعا فادي يكون معانا، طبعا يكون معانا وينورنا طبعا، وبيضيف لنا عنصر مهم جدا، الايقاع، يعني بيحط لون جميل جدا للمزيكا معانا. حلو جدا، توليفه متكامله.